criminal Ahmed Asiri. War criminal Ahmed Asiri. Child killers Ahmed Asiri. التصرف غير اللائق الذي صدر عن الجنرال أحمد العسيري الناطق باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها ضد اليمن ومستشار وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان لدى مواجهته لناشطين حاول اعتقاله قانونيا في لندن الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هذا التصرف لم يفاجئ المطلعين والمتابعين لردود أفعال الأنظمة القمعية في الخليج وفي كيفية تعاملها مع الناشطين الحقوقيين والسياسيين وفي استهزائها بشعوب المنطقة. وكذلك أظهر أحمد العسيري المجرم المستوى الهابط الدنيء الأخلاقي الذي يتمتع به والذي جبل عليه والذي تربى عليه أيضا حينما كان يعمل حركات سوقية بيده. لكن هذه هي أخلاقهم، وهؤلاء اليمنيون الشرفاء الطيبون ضحاياهم. سبق العسيري وفي حركة مشابهة أحد أعضاء البعثة السعودية في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف عندما وجه مصور وكالة أنباء البحرين اليوم عدسته نحوه لدى حضوره إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان. فهؤلاء عبيد السلطات يخشون الكاميرات التي تعريهم وتفضحهم، وهو ما يفسر ردة فعل السفير السعودي السابق لدى المنظمة الدولية فيصل طراد الذي رفض تصويره في تصرف أثار سخرية الدول الأعضاء في المجلس نظرا لأن جلسات المجلس علنية تنقل على الهواء. You're not allowed to take my photo. Excuse me. Mr. President, he's not allowed. This is a public meeting, so as accredited member of the press, I think he can take the photo. هذا السلوك غير الأخلاقي اعتاد عليه متزقة النظام الحاكم في البحرين لدى مواجهتهم للمتظاهرين المطالبين بالحقوق وإنهاء عقود من الظلم. فهؤلاء المرتزقة تجردوا من كافة القيم الأخلاقية، وقد ظهر ذلك جليا عبر اعتداءاتهم على النساء والأطفال والشيوخ. وفي انحطاط أخلاقي وسقوط ديني وخروج على الأعراف والتقاليد الدبلوماسية للنظام السعودي الفاسد، أهان سفير الرياض بواشنطن عبد الله بن فيصل المرأة السعودية في إشارة إلى أنها لا تفهم إلا لغة الضرب، عندما شبه اليمن بالزوجة في إشارة إلى العدوان السعودي على اليمن. هذا السلوك والتصرفات تكشف خلق العائلتين الحاكمتين في المنامة والرياض، وإذا ما أضيف إلى ذلك الفضائح الأخلاقية التي تلاحق أفرادهما في العديد من دول العالم، يمكن معرفة مدى سقوط وانحطاط هاتين العائلتين وأذنابهما من المرتزقة.